شنو اللي قلتيه ولا ما لقيتي شيء؟ ندري حبيبتي البوتس الورقه كبرها اكبر مني. اي والله اكبر. واو تبارك الله مبيخه من الساق. شلون جميله هذه هيله. طبعا ارفع مني انا راسي لهني. هي ارفع بنت جميله ما شاء الله تبارك الله جميل. ظلمة هني هذا الممر الجميل ممر السعادة. هنشوف شنو فيه. حلوين هذا ما ادري شنو فيها شيء. ماكو شيء طايح طايح حالاتها. هذه ايش يسمونها؟ كورديلان. هذه جميلين. شوية تعبانين هذين. الفرن الله طاي هذه تذكرينها؟ يا مأساة والله. شوفي هذه بعدها نفس اليوم ساعة قاعدة توريني إياها على عصاية. هذه صغيرة قاعدة تكبر. 54 بالربر مغبرين. كيس ليلي صغار. وايد صغار. مأساة على من تكبر. ايه على من تكبر ولا انت تعبانه؟ هذه على المكتب. ايه اوكي بس هم صغيره يعني وايد صغيره. شوفي شفتي هذين هالحجم اللي قلت عنها بعشرة. الحين شوفي هذا بكم عندك. هذه واحدة وهذه واحدة ومقصصة. اوه ماي جاد ليش؟ مين اللي شال الليلي ده؟ امباي ليش كذي؟ السلام عليكم. سلام. من هذه؟ طشاش هذه الجديدة. عطني اياها. اخذها؟ انا عارف ان انت شاطرة. بالله انا مستني بنت تقولي هاتي. يعني انا والله انا شفتك قلت عسى ما تقطع بالزبالة. مستني بنت تقولي هاتي. لا راح اخذها مسكينة واعدلها. حرام.
حطيها في ميه 20 يوم 25 يوم تجذب عارف. اي نو اي نو. يلا خلينا نشوف شنو كوفي. ايه لقيتها مع الحوض بثلاثة 750 بس 750 ولا ثلاثة 700 ثلاثة في تن مع حوض كم؟ هذه احلى. ولج اكبر ها الثانية هذه عفوا هذه اكبر صح؟ اه كم؟ دي 5 و 5750 شو تقولين هذه ولا هذه؟ لا لصغيرة لصغيرة. يلا اوكي هاد دانير بس. اصدقائي عقب الجولة اللي شفناها هذه كانت امس، فانا رديت البيت على طول خذيت هذيلة اللي طايحين بالارض. هذه زيزي شوش كبرى، بس انا اشوف انه هو مو زين كله. نشوف هني تمام هني مو تمام شوية بنكمش، وهذا كان الطرف كله بني، فيبته امس على طول بالليل قصيته وخليته ينشف. كذلك هذه نظفتها من تحت، هذا اللي قال لنا اللي دشينا تحدي انا ويا بنت عمي، قلنا ها تعيش ما تعيش. امس قمت نظفت هذا الطرف، غسلته، شلت عنه الاطراف البنيه، كل شيء مو زين، وخليته يم هذه، خليتهم طول الليل. والحين ثاني يوم من جبتهم خليتهم ينشفون مثل ما قلت لكم، نشف نشف، ومجهزت لهم هذا الحوض اللي فيه وايد كاتينز، عندي وايد تجدير، عندي وايد امور. هذا تذكرون لما سويت لها تجدير لغايه الحين ما سوت شيء. طيب اصلا طاحت الورقه الثانيه، قاعد اطلع واحده ثانيه بس ما في جذور. كذلك هذيل كلهم ما فيهم جذور، فقلت احط معاهم هذه ونشوف نسوي لها ابديت، نشوف متابعها كل 10 ايام نشوف شنو يصير وضعها. هذه خلصنا منها، وهذه عندي هذا الحوض متروس كذلك، كل هذيلا اللي ابيهم يعيشون عندي، اللي هي المونستيرا اللي انا قصتها كاتينجز من امها اللي اخذتها بنت عمي اعطتها الام، وهذه البنت، وهذه فلودندرون مجرد ورقة واحدة مع جذورها. فقلت احط معاهم الزيزي، سوي لها مكان من عقب ما نشف هذا القص، خليها كذي بمكانهم. وهذا كذلك راح اسوي لها متابعة كل 10 ايام نشوف شنو يصير النتيجة. وهذول اللي لقيناهم طايحين كذلك نظفتهم قصصتهم، طبعا هذول كلهم خارجي بس حطيتهم بهذا الشكل، هذول مقصصين اشوفهم من غسلتهم امس وشلت عنهم الاطراف التعبانه والاشياء الذبلانه، غسلتهم عدل وحطيتهم بماي. نشوف حطيتهم بماي، امس كانوا ذبلانين لما خذيناهم، الحين اشوفهم شده وردت روحهم شويه. فشكلهم جميل، طبعا يحتاجون انهم يقعدون برا. ماشي في صوتي راح استمرض. اشوفهم كانوا ذبلانين، الحين اشوف ردت روحهم من حطيتهم في الماء. طبعا مثل ما قلت لكم هذيل خارجيين، فخلنا نشوف ايش كثر يقدرون يعيشون. ومره واحده دام ان احنا بموضوع التجذير والمتابعه كل 10 ايام، هذا تذكرون لما سويت فيها فيديو ان اخذتها كاتينجز من امها، وينها امها هني، غيرت مكانها، كانت الام هني حطيتها مني عشان هذا الجرو لايت، كها هذا الام قصيت منها وجذرتها. الحين تقريبا صار لها فترة يعني كبيرة، طولة بصراحة، توها قاعدة طلعت هذا الحبوب وتوها يطلع معها هذا، بس ما فيها ورقة جديدة عشان اجذرها احطها بتراب عشان انقلها بتراب. فاظن ان هذيل هم اللي جدد، بس انه طلع جذر، خلوها هني وانا حاطة معها هذه تساعدها. هذه طلعت جذور وطلعت اوراق وطلعت، مو انتي الهدف، هذه الهدف، لكن يلا يساندون بعض. وهذه اللي هم كذلك الشفليرة اللي قصيتها وجذرتها من امها، انا كنت مجذرة هذه بالماء
طلعت جذور وطلعت ورق جديد. الحين يوم نقلتها لا الحين يعني وايد جميلة، وايد مرتاحة وكبرت، قاعد تصير وايد أكبر من قبل. والحين هذه نشوف جذورها صارت وايد، كانت بهذا البطل، كانت بهذا البطل، توني بطلعها عشان التصوير، ولا لأن هذا ضيج فخفت أن الجذور تتكسر فنقلتها وحطيتها بهذا اللي شوية هني أوسع، يعني كله على وسع واحد. فهنشوف الجذور، بس ما طلعت ورقة، ما فيها ورقة صغيرة، هذه مو ورقة، بلا ما أدري والله شكلها، ما أدري يعني شكلها مو كذي، ما أدري بعد، خنشوفها تصير ولا ما تصير، خنشوف. لكن خنشوف الجذور، ما شاء الله فجأة طلعت كل هذيل وقاعد يتلون، هذه نفس مراحل هذه كذي صاروا وايد فجأة، بعدين صاروا ملونين وهذا، وكان بس كان معاها ورقة جديدة فنقلتها حق تربة. الحين أنطر هذه إنها تطلع لي ورقة عشان أتأكد إن أمورها طيبة، بعدين راح أنقلها حق تربة، راح نشيك. هذه خلصنا منها، خالصة هذه، إذا كبرت كبرت راح أنطرها إن هي تطلع جذور من تحت، أبيها تطلع جذور من تحت عشان أكبر لها الحوض. دام إن هي مرتاحة بهذا الحوض قاعد تصير أكبر، ما راح أغيرها. بس هذه مثل ما قلت لكم ناطرتها انها تطلع ورقة جديدة علشان انقلها بحوض نفس فكرة هذه. وهذه كذلك خطلع لي توهم طلع جذر وما فيها ورقة جديدة، فلما يصير ورقة جديدة راح انقلها حق تربة. وهذا هم اللي خذيناهم يوم قلنا الدعاء مال التسوق بالنباتات، قلنا الدعاء عشان نطلع بهذيل المجموعة طايحين بالأرض، شلناهم. أنا صراحة استأذنت بهذه، قلت حق الريال أقدر أخذها عادي؟ كان يقول لي أخذيها ما راح تعيش. أنا ويا بنت عمي قلنا ها عنديش تحدي نشوف تعيش ولا لا، كان تقول لي يلا أنت تقدرين، قلت لها طبعا أقدر، خلينا نشوف شنو يصير. وكذلك هذه خذيتها، بس قلت مثل ما قلت لكم أنا الحين على حسب خبرتي أشوف إن هذا منكمش، فما أدري يمكن لي عبة ما يصير هذا تمام، والأوراق لونها أصفر، خلينا نشوف شنو يصير. إذا عاشت عاشت، ما عاشت هي طايحة بالمحل. نشوف بعد هني مشاهديني أصدقائي، أنا جذرت هذا النوع من الصباريات، راحوا هذيل الورق، قلت خلنا نشيلهم خلنا نشوف شلون إذا أقدر أجذر يطلعون جذور ولا لا. سويت لهم نفس طريقة القص، هذا بطل ماي صغير قصيته وقلبته، حطيت فيه ماي من فترة تقريبا والله ما أتذكر في كثر. أشوف الجذور مالت هذه الورقة من فوق مو عدلة بس من تحت لكن مجذرة. أوكي فهنشوف حتى هذه ما شاء الله طلعت جذور من فوق قاعد تصير حمراء، وهذه كذلك طلعت جذور بهذا الشكل مخليتهم، وهذه الصغيرة هم بعد ورقة صغيرة نشوفها طلعت جذور. وهذه اختربت وما تجذرت، ما طلعت جذور ولا شيء واختربت متروسة ماي خطولي. فعندي نوع من الصبار هذا هو، فقلت راح أحطهم وياهم بهذا الشكل، إن الطرف بس هو اللي حوشه ماي، ونخليهم نشوف شو يصير، مجرد إن الطرف هو اللي حوشه ماي فنشوف هل راح هذيل يجذرون بعد ولا لا؟ هنشوف شو نصير. وكذي ننهي فيديو اليوم، أتمنى لكم متابعة ممتعة، باي.